تعالوا بقى نعمل الايه المخلل العروق بتاعنا. هنعمله طبعا. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هفضي بس الايه الحبه دول كده، انا مش عايزه دول ولا دي. وناخد ايه، ننظف الجزء ده بتاع الكعب. يلا بينا، تعالوا ننزل المخلل بتاع العروق الكروم عشان ما نبقاش رامينا العروق، نعمل بيها شويه مخلل. يلا بينا، معانا عروق كروم ومعانا ميه حسب الاحتياج على حسب البرطمان. عندي شويه بنجر، عندي فلفل شرايح حلو، اللي عايز يحط قرون فلفل حامي ماشي، عندي دبس الفلفله، عندي ثوم، وعندي جزر مبشور، وعندي كزبره، كمون حب، وعندي هريسه، وعندي شطه حسب الرغبه، كزبره جافه، وربع كوبايه من الخل والملح. في الطبيعي بنحط لكل كوبايه ميه معلقه ملح كبيره لكوبايه الشاي الشفافه. حضراتكم بتحبوه حادق شويه، في ناس بتحب الملح زايد سنه، ممكن توصل لمعلقتين ممسوحين، يعني بلاش تبقى عاليه قوي ما هيبقى حادق قوي. فخلينا انا بقول المعدل الطبيعي اللي الناس كلها بتعمله، اللي عايز بيدوق بندوق ونشوف الدنيا هتبقى فيها عامله ازاي. طيب تعالوا كده ناخد الاول انتوا البرطمان حاطينه فين حبايب قلبي؟ هنا؟ اه ماشي تمام، تسلم يا محمد. هاخد البرطمان جاف ومتعقم، واتفقنا على تعقيم البرطمان، يعني لو احنا عقمناه في ميه سخنه وغليناه لازم بالغطا بتاعه بنطلعه بحاجه بعد 20 دقيقه نحطه نسيبه في الهواء. ممكن كمان شويه خل لو احنا ونرج البرطمان كويس جدا 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 وننزلهم منه، دي برده طريقه ثانيه للتعقيم. طيب هاخد بقى الجلافزات كده ونبدا احنا نحط العروق بتاعه الكرنب الحلوه دي. حطيت بنجر عشان يدي لون حلو وعشان اخد فايدته، في ناس بتحب تاكل البنجر المخلل بجد بشكل حلو، يعني تحبه لانه مفيد بجد. طيب هنشيل بقى الحله دي، تعالى هناخد العروق اللي هي دي كده، شوف الوزات الجميله دي، بصوا قطع كده حلوه صغنونه كده وجميله قوي، القلب بتاع الايه الكرومبا اهو. طبعا يا قمر، وانا يعني اسيبك كده برضو كده. ناخد بقى بقيه العروق اهي. هنا ممكن اعمل كالاتي، هاخد بنجرايه كده وهاخد بنجرايه هنا وواحده هنا كده، خلاص حاضر كده. كده مع الجزر شوية فلفل هناخد تاني شوية من العروق وهناخد شوية جزر اهو. نعم حاضر يا حبيبي كده كده، وهناخد تاني ممكن بقى تقطعوا اصغر من كده براحتكم خالص. ساعات في ناس بتحب تطلعه من البرطمان زي الخيار، في ناس تحب تعمله كامل واما يطلع الخيارايه تبدا تاخد منها هي تقطع الخيارايه بايديها علشان ايه تبقى شرايح، يعني تبقى هي خيارايه واحده كامله، مفيش مشكله اللي يريح حضراتكم. خلاص كده شويه الفلفل بقى. هناخد هنا ميه، ناخد ومعانا حبيبتي ام جوزيف. يا مرحب يا مرحب. عاملين
فاطمه، ازيك؟ اهلا وسهلا يا حبيبه قلبي. اهلا بيكي يا قمر، ربنا يخليكي يا رب وتسلم ايديكي. تسلمي يا حبيبه عمري، الله يديك الصحه. الكرنب والمخلل اللي بتاكلي منها وحاجات عسل، ربنا يديك الصحه يا رب. امين حبيبتي، يخليك ويديك الصحه. ما هو الجو ده عاوز الكرنب ايوه وعارفه عاوز الثاني يا شيف عظيمه. وايه قولي؟ الحلبسه. يا نهار ابيض، احنا عملناها الحمد لله. الحمد لله بقى في الايام النهارده بقى الجو نار النهارده. ايوه صح حبيبه قلبي يا ام جوزيف، دايما عامر يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا عمري، ربنا يديك الصحه. بصي يا عظيمه، طب ممكن تهنئه لام اسلام ومجد؟ طبعا طبعا يا حبيبه عمري، هم طيبين وربنا يطيب عمرهم يا رب. امين يا حبيبه عمري، امين، ويخليكم لبعض ويديم المحبه. احنا عندنا الثلاث ايام دول صيام. ما انا عارفه. كل سنه وانتم طيبين. عملت العهد وعايزه احط له شعريه. حلو، هتحمري الشعريه بره في طاسه في معلقة زيت أو معلقتين زيت، وتحطيها فوق العدس، بس زوديه نص كوباية مية، وبعدين قلبيه على الهادي وخليه على نار هادية، ما تسويهاش للآخر، هي هتستوي في السخونية. أول ما تبدأ تحسيها طريت اطفي على العدس، بتكمل تسويتها جوه العدس، ما تخافيش عشان ما تعجنش. عشان ما تعجنش. ادي كده معلقه. خلاص ماشي، انا عملت العدس بس كنت مستنيها اشوف الشعريه اعملها ازاي وهعملها عليها. هي بتتحمر وتتضاف عليها حبيبه قلبي بعد ما بيخلص، وتصفيه وتعمليه اخر مرحله. هي عادي طيب تقريبا. اعملي له بصلايه، اعملي له بصلايه في الاخر خالص بعد الشعريه. طيب بعد الشعريه يا حبيبه قلبي. ربنا يخليك يا عمر. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. يعني انا بعمل الشعريه الاول بعد ما اكون ضربت العدس وصفيته، وبعدين ببدا اعمل الايه البصلايه واقفل بقى عليه. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. توم، كمون حب، نزل المقادير وانا شغاله يا جماعه بعد اذنكم حبايب قلبي. ولسه هنحط الخل. خلاص، كل كوبايه ميه عليها معلقه كبيره، يعني معلقتين صغيرين من الايه من الملح. اهو هنقلب وهنصب بقى. حاضر حاضر، اهو البنجر هيدي لون بقى وجمال، والطعم هيبقى يجنن، طعم رائع. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بسم الله. اللي عايز يضيف ملح خشن ماشي، هطلع لكم دلوقتي المخلل اللي كنا عملناه قبل كده. حاضر، بتأمني معايا دايما يا ندى، انا قلت لك حاضر. اكيد مش هرجع في كلامي يا نودي. حبيبتي، ها، حاضر حاضر حاضر، على الاقل من مهدي بس بسرعه ازاي ما اعرفش، بس ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، والله بصوا كل الفايده في المخلل ده. اللي يا جماعه عايز يقلل الثوم يقلل، بس هو بصراحه بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص، نقطتين زيت بقى. همسح البرطمان. بسم الله، حاضر اهو، حاضر. لازم اسيبه يطلع كل الفقاعات اللي فيه، نضفه كويس من بره. وانا هحط الاول بقى هنا ايه، كيس ثلاجه، لازم اقفل بكيس ثلاجه نظيف. خلاص سبته كده يطلع كل الفقاعات وتمام. هناخد كده كيس الثلاجه، يلا بينا اهو. بصوا كده، وبقى هستسمح حضراتكم ان احنا هنقفل عليه بقى كده كويس قوي.